الكريم أيها الحول الكريم أيها المتابعون جميعا، أحييكم بأجمل تحية صباحية مع انطلاقة شوطنا الحادي عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم. الشوط الحادي عشر مشاهدينا متابعين الكرام، وهو الشوط الخاص بالإذاعة الجعدان المحليات الأصايل في شوط من أشواط الإنتاج والمنتجين والمهتمين بهذه النوعية. نسير مشاهدينا متابعين الكرام بصدارة هذا الشوط، نتابع البداية والمقدمة وأرهني شاهين اللي قاد المجموعة بالشعر عبيد بن سالم بن سيفة الراشدي. من يتقدم، من ينطلق، من يندفع بناموس هذا الشوط بهذا الاندفاع المباشر على الصدارة. المركز الثاني ياتي شاهين صالح بن محمد بن حبتور العامري، ومع المركز الثالث يصل شاهين الآخر سيف بن حمد بن سطاب بدرويشة المنصوري، يتقدم أيضا مع المركز الثالث. رابع الانطلاقات المركز الرابع، التحديات القادمة في هذه اللحظات. وأرى الوسمي بالشعار الدكتور راشد بن حمد بالزفنة الإعفاري يتقدم ينطلق بدوره مع المركز الرابع. خامس الانطلاقات مسلي محمد بن راشد بن تريس الظاهري في متابعة مسلي مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات يصل الحذر بالشعار سيف بن حمد بن قناصة العامري، ومع المركز السابع. وصول تقدم انطلاق مشاهدينا متابعين الكرام، نتابع شاهين بالشعار مبارك بن سعيد بالدريبي العفاري، من ينطلق بهذا الأداء المتميز وبهذه العروض الجميلة والرائعة. ولكن التغيير من الجانب الآخر والتسلل من شاهين مبخوت بن حمد بن عود العامري يتقدم ينطلق بهذا الأداء المتميز. ومع المركز التاسع ياتي ابو الغنايم سعيد بن محمد بن مصلح الاحبابي مقدما لتحديات ابو الغنايم مع المركز التاسع. ومع المركز العاشر التقدم في هذه اللحظات والتسلل مع ربدان يوسف بن سعيد بن ناصر بن يوسف العلي، يقدم تحديات ربدان مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام، ندانا الأول جولتنا الأولى مع العشر الأسامي المذاعة والمنطلقة والمندفعة بتحديات هذا الشوط بهذا الانطلاق المثير وبهذه التحديات الرائعة. نعود مع الصدارة، نتابع البداية والمقدمة والكوكبة ثنائية. الصراع ثنائي على مقدمة هذا الشوط مع الكادر، العلوي لقناة دبي ريسينج. تحديات هذا الشوط بهذا الأداء المتميز. ولكن اللي على الصدارة، اللي على المقدمة منذ البداية، شاهين يقدمه عبيد بن سالم بن سيف الراشدي ياتي بناموس هذا الشوط. شاهين مع المركز الثاني، صالح بن محمد بن حبتور العامري المركز الثالث. يصل يتقدم الوسمي للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، ومع المركز الرابع تقدم شاهين سعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري ياتي على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات، خامس التحديات، الانطلاق القادم والتحدي بهذا الأداء المثير. نتابع ظبيان، اللي بدأ يتسلل ينطلق مع المركز الخامس. محمد بن سلطان بن رشيد السويدي يقدم هذه السلالة على مستوى المركز الخامس. سادس الانطلاقات، شاهين محمد بن سالم بن حمد بن شامس الوهيبي، وعلى مستوى المركز الثامن. أتابع أيضا الانطلاق المثير اللي بدأ يتسلل في هذه اللحظات مع المركز السابع. شاهين بالفعل مصبح بن كاسم بن خليفة المسافري بأول ندى يتسلل مع المركز السابع. ثامن الانطلاقات، المهندس راشد بن صابر بن سعيد الاكتبي، ومع المركز التاسع. من الجانب الآخر وصول في هذه اللحظات التسلل مع الحذر لسيف بن حمد بن قناص العام
العامري، بينما إذا انطلقنا مع المركز العاشر، مع المركز العاشر الأسامي القادمة والتحديات مع الفائز السهيل بن سالم بن حمد بن يطمع العامري يقدم هذا الاسم مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام للعشر المراكز المتقدمة للمرة الثانية مع هذا السن، سن الإذاعة، سن الإمتاع، تحدياتي هذا الشوط. ولكن بنعود مع الصدارة، نتابع البداية والمقدمة، وأرهني اللي قاد المجموعة اللي انطلق بناموس هذا الشوط الوسمي للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، يلي مع المركز الثاني شاهين محمد بن سالم بن حمد بن شامس الوهيبي، المركز الثالث شاهين لسعيد بن حمد بن سلطان بن درويش المنصوري، ياتي على مستوى المركز الثالث رابع الانطلاقات ظبيان محمد بن سلطان بن رشيد السويدي، ومع المركز الخامس ينطلق بهذا الاندفاع المهندس راشد بن صابر بن سعيد الكتبي، يقدم تحديات المهندس. والقدوم في هذه اللحظات من هملول للسلطان بن حبروت بن سلطان الكتبي، يصل بأول لدى، يتقدم، ينطلق مع الأسامي المتقدمة، هذا الانطلاق الواضح والباين ولوحة المتر الأخير، الكيلو المثير، تحديات هذا الشوط، الصدارة والمقدمة، وشاهين اللي قاد المجموعة، شاهين اللي انطلق بناموس هذا الشوط، محمد بن سالم بن حمد بن شامس الوهيبي، يلي أيضا هملول مع المركز الثاني، سلطان بن حبروت بن سلطان الاكتبي، واللحظات الأخيرة الوسمي مع المركز الثالث للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، شعار بن صابر القادم مع المركز الرابع، ولكن الانطلاق في اللحظات الأخيرة في الأمتار النهائية. هملول بدأ يغادر بناموس هذا الشوط، واللحظات الأخيرة، هملول هو الأقرب لناموس هذا الشوط. السلامات لأهالي الهير بهذا الانطلاق المتميز اللي قدمه هملول سلطان بن حبروت بن سلطان الاكتبي. سلام للهير، سلام، اسعدتوا صباحا بهذا الانطلاق المتميز ولحظات الوصول. ومشكور يا علي يا بن حمدون يا الوهيبي من قاد ايضا هملول بناموس هذا الشوط. تهانينا للسلطان بن حبروت بن سلطان الاكتبي. المركز الثاني للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري. المركز الثالث شاهين محمد بن سالم بن حمد بن شامس الوهيبي. المركز الرابع جاء الحذر للسيف بن حمد بن قناص العامري. المركز الرابع الخامس عفوا ياتي انولع لعبد الله بن علي بن محمد بن حميدان. هذه النتيجة مشاهدينا متابعين الكرام مراكزنا المتقدمة. نعود مع التوقيت الزمني ولحظات الوصول الى خط النهاية، 9:17 6 أجزاء من الثانية. تهانينا لمحمد بن سالم بن حمد، تهانينا للسلطان بن حبروت بن سلطان الاكتبي من قدم ايضا هملول بناموس هذا الشوط. المركز الثاني 9:20 7 أجزاء من الثانية. تهانينا للدكتور راشد بن حمد بن زفنة العفاري، بينما اللي وصل مع المركز الثالث. هذه لحظات الوصول ايضا لشاهين لمحمد بن سالم بن حمد بن شامس الوهيبي، 9:21 وجزئين من الثانية توقيته الزمني. تهانينا والناموس للجميع. مشاهدينا الكرام.